في حاجة يا دكتور؟ بتدور على حاجة؟ بتدور على ايه وانا ساعدك؟ انت تسكتي خالص. حاضر. انت فتحتي الدولاب ده؟ لا. وانا برص فيه الغسيل. يبقى انت اللي سرقتيها. يعلم ربنا، عمري ما سرقت حاجة ولا مديت ايدي على حاجة مش بتاعتي. ما راحت فين بس؟ انا كده هتأخر. هتتأخر على ايه؟ هو انت خارج؟ طبعا، انا عندي امتحان. امتحان ايه؟ امتحان القبول. طب قولي بس انت بتدور على ايه؟ يمكن انا اللي شايلاه. مريالة بتاعتي، انا مش هقدر اروح الامتحان من غير المريالة، مش هيرضوا يدخلوني. سلامتك يا دكتور. سلامتي من ايه؟ انا كويس. بس النهارده الجمعة والامتحان يوم السبت. تضحكي عليا، النهارده السبت. انت مش بقيت شاطر وبتعرف تقرا؟ تعالى معايا. تعالى بص على النتيجه كده. النهارده ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، النهارده الجمعه. شفت بقى؟ تعالى يلا على سريرك ونام. بكرة الصبح صحيك بدري واكوي لك المريلة وتروح الامتحان. طيب بس اوعي اوعي تروح عليا نوم. لا ما تخافش، 6 الصبح هصحيك واكوي لك المريلة وتروح الامتحان. ايه يا خربتي لي بقى باشا؟ خير يا مدام، انا لسه الشيفت بتاعي ساعه. بعرف، انا بس عم اتفرج عليك. زي ما تحبي. بتعرف اذا انقطعت الكهرباء او المي العموميين من تحت راسك الدوله رح تصلحهم على حسابنا، وهودا طبعا رح يكلفوا مبالغ كتير كبيره ونحن ما بنقدر ندفعهم. ما تخافيش يا مدام، انا عارف انا بعمل ايه. ان شاء الله. شو بيه؟ ليه وقفت شغل؟ كمل. سيادتك واقفة يعني وأنا ما تعودتش أشتغل وحد واقف فوق راسي. أوكي، لكن أنا رح فل، خلص اللي بإيدك. كويس إنك جيت بسرعة يا دكتور. إزاي بقى ده أبويا؟ أنا عايز أشوفه. يا حبيبي يا بابا. يا دكتور. يا حبيبي. يا دكتور. يا حبيبي يا بابا. يا دكتور. بابا بابا انت جيت يا سري. ازيك يا حبيبي؟ تعالى ادوس على ابوك. وحشتني. ازيك وازي اولادك؟ الحمد لله يا بابا، انا كويس. حضرتك ما شاء الله زي الفل اهو. الحمد لله يا ابني. ازاي يا منى؟ ما بتكلمنيش ليه؟ ثواني يا بابا، هرد على حضرتك. ام حماده تعالي معايا، عايزك. ايه اللي بيحصل ده؟ انت اتصلتي بيا ليه؟ اصله كان عاوز يروح المدرسه. ما يروح. نعم؟ يروح فين يا دكتور؟ قصدي هو بيعمل الحاجات دي ساعات، عايز يروح المدرسة، ساعات زعلان عشان جدي ضربه، ده طبيعي جدا في حالته. أنا كنت فاكرك فاهمة الكلام ده. لا والله ما كنت أعرف. أم حمادة، إحنا جايبينك هنا وبنديلك فلوس كويسة عشان ما نشغلش نفسنا بمشاكل بابا. لو أنت مش هتقدري قولي لي. لا هقدر، بس أنا ما كنتش أعرف. نمرة التليفون اللي معاكي دي، ما تتصليش بيا فيها إلا في حالة واحدة بس، مفهوم؟ آسفة ما كنتش أقصد.
انا المره دي هعديها لك، انما المره الجايه مش هينفع. كريستال كريستال ملح، اكلم اخواتي، ده انا حتى اتصلت باللي في امريكا. الو. ايوه يا منى. لا يا حبيبتي، كما كنت، طلع بلاك كاذب. رايحة فين؟ رايحة افتح الباب. انا اذنت لك؟ لا خلاص، ارجعي مكان ما كنت. طب ولا على الباب؟ سيبك من الباب ولا عزيف تغوري بقى. حاضر. مين؟ انا عواطف. افتح يا رجب. عايز ايه عواطف؟ عايز ايه عواطف؟ عايز اتكلم معاك كلمتين. ايه في يا رجب؟ مفيش كلام بيني وبينك، الكلام خلاص بح. بقولك ايه، روح اصطر نفسك خلينا نتكلم. طول عمري بقول عليك راجل عاقل. وابنك لحس نافوخي خلاني ضربت. ليه؟ هو ابني اللي كان صورها ولا ابني اللي كان رقصها ولا ابني اللي كان وزع صورها؟ يا بس الناس كانت ساكته وانا ما كنتش عارف حاجه. ابنك خلاها على عينك يا تاجر، عايز ايه اكتر من كده؟ اقسم بالله العظيم ان انا لولا عامل حساب الجيره لا كنت موتته. خلاص بقى سيبك من ابني، قطعه ابني وسنينه. انا جايه طيب خاطرك، قولي اتفضلي يا عواطف. لا مش هقول لك يا عواطف. عايزة تدخلي يا عواطف زوقيني وخش، وانا حصوت والم عليك الناس واقول جاية تتهجم عليا. تصدق انك راجل ناقص وانا غلطانة اني جاية حنن قلبك على بنتك؟ انا غلطانة ان انا عبرتك في الجزمة. توصلوا شو؟ يا دمى يا تشوئتا اسبورتس يا الحمادة. حمادة؟ حمادة؟ أنا أكيد هو السبب، أصلاً قلبك كان ناقصني. حمادة قطعت الكهرباء والمي، والله بيعلم شو نزعت كمان. لازم نحرق إيدنا من النار، ده أنا عارف إنه النار بتحرق. بدل المرة قلت لك ألف مرة، شغلة اللي ما بتفهم فيها ما تمد إيدك عليا. Thank you.